فاحنا معانا مدربك كابتن محمد مجدي فرافيرو الشاربي فرافيرو، صاحب اكبر او اكبر يعني مقوله او اشهر مقوله في الاولمبياد، واللي بتعمل عليها كوميكس حتى الان، واللي قال لك 30 ثانيه يا ولد انشف خلاص 30 ثانيه وتبقى بطل اولمبي. كابتن محمد مجدي اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك عامل ايه؟ انا عايز اقول لك ان انت قلبت السوشيال ميديا، يعني بص عملت لنا يعني قصه. بحب اتكلم عن نفسي الحمد لله. حبيبي يا كابتن، وعايز اقول لك ان الكلمه اللي انت قلتها دي دخلت قلب كل مصري. ليه؟ لان عارف انت الامطار الاخيره في كل بطوله بتبقى هي الصعبه، الثواني الاخيره هي دي الحلم. فانت قلت كلمه بطريقتك العاميه البسيطه بتاعت الشعب المصري كله، عبرت عن مشواركه في حلم الميداليه، صح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه طبعا. ازيك يا سيف الاول؟ ازيك يا كابتن؟ ايه الاخبار؟ كابتن محمد، اخطر فتره او اصعب فتره في اعداد سيف كانت امتى؟ والله سيف ربنا يبارك له، هو بني ادم محترم وشخص جدع. اكتر فتره انا قلقت عليه فيها وقت ما جاله رباط صليبي، بس انا كنت واثق في سيف ان هو عاوز يبقى حاجه كويسه. فاعتقد اي حد هيبقى عاوز يبقى كويس مع مجهوده ومع التزامه هيبقى كويس اعتقد يعني. فانا كنت واثق في سيف، لكن العمليه كانت قبل البطوله بسنه، فسنه اعتقد ما كانتش كتير قوي، فتأجلت الأولمبياد، فده طمنا زيادة. الدكتور بتاع سيف اللي بيعالجه كان كويس، وسيف كان واثق فيه جدا، فالحمد لله ربنا كرمه وقدر يقف ويلعب سيف. طب قول لي يا كابتن من الكواليس بقى، يعني انت لما اتعملت القرعة، انت عرفت القرعة لما رحتوا وده طبيعي؟ لا قبلها بتعرفوا القرعة صح؟ طيب يعني عرفت القرعة قبل ما تروح، لما شفت القرعة ودرستوها كده قعدت مع سيف ودرستوها، توقعت ان سيف ممكن ياخد ميدالية؟ سيف توقعي سيف وامكانيات سيف ودماغ سيف في التمرين وفي اللعب، اعتقد ان هو كان هيكسب اي قرعه. لا كابتن، انت بص انت برضه بترد عليا رد حلو دبلوماسي كده. بص يا كابتن، انا بقول لحضرتك لما جات لك القرعه وشفتها، انت من جواك كنت واثق ان سيف هيجيب ميداليه، ولا قلت ربنا هيكرمنا والدنيا؟ يعني في ساعات انا لما اجي اشوف قرعه كده اقول لا كده هي شكلها مكعبله. اقول لحضرتك القرعه دي احنا اللي بنحط نفسنا فيها. القرعه ايه؟ احنا اللي بنحط نفسنا فيها. بتصنيفك يعني، احنا عشان نتحط في المكان دوت احنا قعدنا نلف 3 شهور على طولات عشان نتحط في المكان. بالظبط. ده اللي بقوله لحضرتك، اهميه البطوله. احنا فعلا عشان نبقى موجودين في المركز ده نلعب الماتشات دي، احنا كنا بنحاول نلعب بطولات قبلها عشان نجيب نقط عشان نبقى في المكان ده. يعني يعني ما كانش الموضوع مفاجاه، او كان الموضوع جه كده، كنا بنحاول نلعب على ده الحمد لله. يعني ربنا كرمنا. ده كان تخطيط. بالظبط، تخطيط معاك ومع مدربك ان انتوا توصلوا للحته دي او للتصنيف ده عشان نتجنب نقابل الجامدين في دور ال 16 ودور ال 8. صح. وانا عايز اقول لحضرتك كان برده في حد يعني معايا في الفريق، هو يعني شغال معانا في الفريق. بالظبط، محمد السرجاني، هو كان صاحب اللي هو يعمل لنا ابلكيشن يحسب النقط ويحسب اللعيبه الثانيه هتاخد ايه واحنا هناخد ايه. طب هو التايتل بتاعه ايه؟ محمد السرجاني هو يعني كان مدربي من وانا صغير، ودلوقتي هو عنده ابلكيشن يعني اسمها رانكر. احنا هو مانجر ليك مثلا. هو دلوقتي بالظبط مش ليه كمان لمنتخب مصر كله. هو كان بيساعدنا ان احنا نتحط في مكان كويس في القرعه عشان نقدر نقابل الماتشات بالترتيب اللي احنا عايزينه. يعني انا اللاعب ده بالنسبه لي صعب ان انا العبه مثلا، فخليه في الاخر ده. يبقى انا هلعب مع ده الاول وابتدي كده. بتبص على ترتيب الناس التانية، بتبص على الترتيب وبتحسب هو هياخد نقط ازاي وهيتخصم له ايه. الحسبه صعبه جدا. فهو كان بيساعدنا في ده يعني. فقلت برضه يا كابتن محمد ده الموضوع كبير يا كابتن، ده الناس فاكره انه يلا رايحين يلا قرعه يلا نكسب. المشكله ان ما حدش فعلا بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل في الكواليس زي ما انت قلت. يعني الموضوع كواليس اي بطل بتبقى مليانه مصايب الحمد لله. على فكره يا كابتن، احنا عارضين دلوقتي صوره ما اعرفش حضرتك شايفها ولا لا، مع سيف والده ووالدته وحضرتك. ده كان في المطار صح؟ بالظبط. في المطار. عاوزين يتصوروا معايا بالعافيه بس. كابتن عايز اقول لك، لا ما طبعا بعد اللي عملته في السوشيال ميديا لازم احنا اللي نتصور معاك يا كابتن. ده انا عايز اقول لك يعني الدنيا مقلوبه. يعني عايز اقول لحضرتك في حاجه برضو حابب اضيفها، يمكن احنا كنا في روسيا، كنت انا وكابتن محمد لوحدنا في المعسكر اللي قلت لحضرتك عليه قبل الاولمبياد.
كان في جبل في روسيا كده هو مصر من اول يوم ان هو يخليني اتمرن عليه، هجري وانزل واطلع وبتاع. جبل تلج ولا كان جبل عادي؟ لا جبل عادي بس تمام. ارتفاعه يعني مخيف. يعني انا يعني الفيديو ممكن ما كانش يكون موجود دلوقتي مع الاعداد، بس هو معايا الجبل ونزله لك. هو انا طول المعسكر بحاول ما الهي عن الموضوع ده ينسى ان شاء الله. لا يعني الجبل ايه مش احسن حاجه دلوقتي بتاع مش عارف ايه. المهم ان هو فضل معايا لحد ما قبل ما نسافر فعلا طلعنا على الجبل وتمرينه لحد لدرجه انا يعني هو فوق شافني في الجبل فوق ان طلعت مرتين ثلاثه اربعه كده وفضلت فوق بقى تعالى خدني تعالى خدني. قلت له بقى باي باي انا مش جاي معاك. هو يعني انا حابب اقول ان هو برده كان في الوقت ده دايما بيقعد يفكرني يقول لي فاضل 28 يوم على اللعب، فاضل 27 يوم على اللعب، اللي هو يعني بيحاول يقول لي نفسي كمان شغال يعني اللي هو انا يعني هات اخرك خلاص. يعني انت بتعد يا كابتن محمد، يعني انت يعني بتعد له من فاضل 28 يوم لا وبتعدله فاضل 30 ثانيه. يا كابتن يعني ده انت يعني مش ممكن. بسم الله ما شاء الله، يعني انت عامل له كل حاجه. بص يا سيف، بني ادم جميل وملتزم مع ربنا، واي حد يتمنى يساعده، وانا شايفه كان ينفع يبقى حاجه جامده في الاولمبياد، فكنت اي حد حوالين سيف بيساعده الصراحه. ما هي دي الميزه يا كابتن، المدرب يؤمن بلعيب، يعني انت بتؤمن بيه، مش بس ان انت بتأدي دورك، لا ده انت بتأدي دورك مع لاعب انت مؤمن بيه، وده اللي خلاك تعدي بيه مرحله الرباط الصليبي. خلي بالك لان دي كانت صعبه جدا، اللعيب يرجع من قمه التصنيف العالمي يروح ميزان تاني، ويروح الميزان التاني ده وهو عنده صليبي خافف منه. لا سيب بصراحه، وهو عاوز يبقى كويس، فاي حد هيمرنه هيبقى كويس. طب كابتن انا عايز منك كده برضو يعني برضو كوميكس كده، او فاضل قد ايه على باريس؟ لا يا باريس احنا نروح نصيف وبعد كده ده عين العقل يا كابتن، عين العقل. لا ده سيب بيقول لك عين العقل يا كابتن. ازاي سيب؟ شفت انا طيب ازاي؟ عشان ده اعرف. طب فاضل قد ايه يا كابتن عشان نصيف بلاش؟ يعني ادينا برضو بالليل النهارده نمشي. خلاص يا كابتن اطلع النهارده كلنا نصيف. ان شاء الله كابتن محمد مجدي طبعا مدرب سيف، بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك يا كابتن.